فليس الغرض أن تختم القرآن أكثر من مرة، إنما الغرض أن تفهم وأن تتدبر. قد تقول إني لا أفقه كل معاني القرآن، نقول إن هناك آيات كثيرة مفهومة، لكن يحتاج الإنسان فيها إلى إمعان نظر، إلى حضور قلب. ولذا قال عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، حاضر القلب، هي فرصة كبيرة. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري يقول ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، وجاء في غير الصحيح قال اللهم علمه التأويل يعني التفسير. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. فماذا كان يقول ابن عباس؟ يقول لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن في الليل. ابن مسعود رضي الله عنه من المفسرين لكلام الله عز وجل، ولذا يقول يحلف بالله، يقول والله إني لأعلم كل آية في كتاب الله أين ومتى وفيمن نزلت، والله لو أعلم أن هناك أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا يعني الإبل لأتيت إليه. ومع ذلك ماذا كان يقول؟ كان يقول رضي الله عنه لا تهذوا القرآن هذا الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة.